نقول له السلام عليكم. بالنسبه لي اللي تحكي عليه انت معناها مواد مخدره معناها الاكستا والزطله والشرب مش سايره كان في دردور الحكايه هذه سايره انترنو معناها في العالم الكل. انت الشعب هذا بالله بكري توسي كمال جغلوتي يحكي معناها على لغه 30000 مرمى بالله 30000 مرمى ب 30000 مش ياخذ به هو مش شريه اخويا فهمت ياخذ في شلاكه ب 50000 وياخذ في سروال فهمت هو اللي مش عارف انا ب 150 و 160 باهي هذه حاجه. انت كي تقول له برا اخدم مرمى ما تعمل له شيء 30000 ما تعمل له شيء 30000 ياخذ في باكو دخان ب 4000 وحط له ركوب وحط له مش عارف انا بلاش مش تصرفوا 30000 واول حاجه نحب نحكيها هاني اللي هي على المواد المخدره. الشعب هذا كان يفيق من المواد المخدره فهمت ولا في تونس يعمل كارثه يعمل كارثه مش يتاقر اول حاجه من الوضع اللي يعيش فيه هو مش يتاقر فهمت ولا من برشا حكايات. والشعب هذا يا خويا من غير فهمت ولا الكحول والزطله والاكستا مانيش باش يعيش كومبليتمون هذه حاجه انت لو سمحني انت تراها حل باش يقعد راقد مش حل راني رافي حل فهمت ولا الدوله فيه الدولة فين؟ شنو أنت اللي قاعدة تعمل فيها الدولة؟ 1500 فهمت ولا نايف في المجلس غادي كلها واع 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 ما فما شيء، ما رينا شيء، معتمد كذلك، أي موضوع فهمت ولا ما صارش في القلعة، عندنا كي سيادة ميزاتها خويا مش حاضرة جملة، تبدأ تمشي يا خويا فهمت ولا في قياس وقسم بالله ساعات من ركزت قلت تو مش نطيح هذه حاجة، الحل الوحيد اللي احنا نعملوا مشاريع. ونجيو فهمت ولين سيسوها الشباب هذه فهمت ونفيقوها بشوي بشوي. انت سامحني ترى لي فما تأطير للشباب في القلعه الكبيره ولا؟ أكيد فما تأطير يعني فما لهوة بالشباب ولا؟ لا صاحبي ما فماش لهوة جمل. إجا أنت الخمسة بتاع العشية ولا ما تسعة تاع الليل ولا ما الأربعة تاع الصباح تلقى شباب جروبات سهر مصبح مناش مصبح باش يعملوا في صبحوا؟ حسب رأيك أنت باش يعمل؟ ما عندهم ما يعمل ما عندوش حتى حل أنت في الدنيا هذيا اللي هو فهمتوا ليه الصبح باش يقعدوا يكملوا نوم فهمت باش ما يفيقش على الوضع اللي كان فايق عليه كمان اليوم احنا نقولوا احنا فهمت؟ أخويا بارك الله فيك بارك الله فيك ويرحم والديك ومرسي بوكو